لا تهدأ القدس إلا لتثور من جديد. المشهد ذاته يواجهه المقدسيون كل ليلة. ميشيل حايك توقع المسجد الأقصى مركز الأحداث. أهلا بكم في فيديو جديد على قناتكم أنا وهي والنجوم. لو أول مرة بتشوف القناة ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك إشعار بكل فيديو جديد. ولو الفيديو عجبكم ياريت لايك وكومنت وشير. المسجد الأقصى بيكون محور الاهتمام، أرض الأحداث، مصنع الأخبار ومصدرها. جنود الاحتلال الإسرائيلي مدججون بكامل عتادهم وأسلحتهم ينتشرون في أنحاء المدينة وأحيائها. طلع ميشيل حايك عبر قناة MTV كالعادة ليلة رأس السنة مطلقا عدد من التوقعات للوطن العربي والعالم. كان من بين توقعات ميشيل حايك أن المسجد الأقصى سيكون مركزا للأحداث، وبالفعل أصبح الأقصى مركز لأحداث شاهدها العالم أجمع. وما إن تنقضي ساعات الليل حتى تعود المدينة إلى هدوئها وكأنها استراحة محارب، يلتقط فيها المقدسيون أنفاسهم استعدادا لجولة أخرى من المواجهات مع قوات الاحتلال، واحد من أهم محركاتها قد يكون ما سيحدث هنا في حي الشيخ جراح.